الحلم الذي أصبح حقيقة، مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا للبنين، مدرسة علمية تخصصية تتبنى المنح التعليمي التكاملي القائم على تدريس مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بصورة تكاملية. احنا بدينا فكرة المشروع من 2013 في تأسيس مدرسة تختص بالعلوم والتكنولوجيا وتبني جيل واعي قادر ان يمتلك العلم والمعرفة خصوصا في مجال البحث. ولا واحد يقول لا تعب، هذه التعب بعده ايش؟ خلاص كلمة واحدة من رجاجيل، انكم تكونون الافضل ان شاء الله وتكونون قدوة لكل ابنائنا في قطاع. اشتغلنا على ان نجد الشركة المناسبة اللي بتشتغل مع اللي هو الجروب اللي عندنا اللي كان موجود في الوزارة من التوجيه او في المناهج وغيرها، واشتغلنا الحمد لله وقدرنا مع الشركة اللي احنا اشتغلنا عليها الى ايجاد منهج خاص بستم لدولة قطر يتميز عن غيره انه يتناسب البيئة القطرية والمعايير الدولية، والحمد لله اكتسب هذا المنهج سمعة كبيرة لدرجة ان العديد من الدول تحاول انها تاخذ هذا المنهج. لذلك نجد في رؤية المدرسة هو تمكين الطلبة من مهارات القرن 21 وإعدادهم للمساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والتطور العلمي التكنولوجي. طبعا المتوقع من المخرجات احنا المدرسة تخرج قادة باحثين مخترعين بحكم انها مدرسة علمية تخصصية فيها ثلاث مسارات: طب، هندسة، تكنولوجيا. الشيء الآخر اللي يميز مدرسة العلوم والتكنولوجيا اللي هي للمتفوقين من طلبتنا القطريين المختبرات اللي صممت حتى ينفذ اللي هو المنهج. إذا بنلاحظ في المدرسة ومن خلال جولتنا بتتعرف على مختبرات ليست موجودة في أي مدرسة أخرى، تعطي الطالب الفرصة الكبيرة إنه هو بالفعل يبحث، يخترع، يكتشف، يجرب، وهذا اللي هو مطلوب منه في هذه المدرسة. وفي رسالة المدرسة توفير خبرات تعليمية مبتكرة ومحفزة ومثيرة للتحدي في تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في سياقات تكاملية تمكن الطلبة من تطوير مهاراتهم في البحث والتصميم والتفكير الناقد وحل المشكلات، وتساهم في بناء قدراتهم الإبداعية والتنافسية على المستوى العالمي. اللي نحب نوجه له رسالة، أول شيء رسالة لأولياء الأمور. أولياء الأمور أنا أحثهم وأتمنى إن أهما واحد يطلعون على هالمدرسة ويزورونها، اثنين والأهم إنهم يشجعون ويحفزون أبنائهم إنهم يدخلون هذه المدرسة. الاشتراك من عدة جامعات، منهم حمد بن خليفة، منهم جامعة قطر، منهم الجامعات المحلية، فيجوا عندنا وقدموا عروضات وقدموا أبحاث مشتركة معهم. وفي معنا طلاب، مجموعة طلاب كل سنة يشاركوا في البحث العلمي الحمد لله بمعدل 9 مشاريع سنويا، وفي معظمها عن أبحاث الطاقة وكيف استخدامها. يعني ترى نجاح الواحد نجاح لنا، لأن احنا كلنا جروب واحد، كلنا تيم واحد نشتغل، اللي بينجح معناته نجاح لنا، واحنا لازم نكون متعاونين، وبيننا كل تعاون ومحبة وتنافس شريف على أن نحصل فعلا على العلم. تبنى مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا قيم وزارة التعليم والتعليم العالي، وهي الابتكار، التميز، المشاركة، الشفافية، المحاسبية. طلبتنا أغلبهم عندهم شغف وحب للجانب العملي، وهذا يتوفر في المختبرات المدرسة. عندنا 11 مختبر متخصص في المدرسة يتطبق فيه الجوانب العملية. هذه المدرسة الهدف منها أن يكون مخرجات عيالنا يواصلون تعليمهم في الجامعات العالمية اللي احنا نقول أفضل الجامعات، لأن الهدف يرجعون أهم لقيادة التغيير في دولة قطر.
يذكر أن مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا افتتحت أبوابها مع بداية العام الأكاديمي 2018-2019 بنظام ستيم اختصارا للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهي مدرسة ثانوية للبنين من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر. المدرسة على الرغم من أنها مدرسة علمية تكنولوجيا وعلوم إلا أنها ما أقفلنا الجانب القيمي، في تركيز كبير على الجانب التربية الإسلامية، تأخذ نفس المادة اللي تنعطى في مدارسنا الأخرى. بالعكس، والحلو والجيد إن المدرسة، ونشكرهم إدارتهم، هناك كثير من الحلقات الدينية، الكثير التركيز على القيم والمبادئ. صحيح. شو المختبر اللي أنت تستمتع فيه؟ البيولوجي لاب. البيولوجي لاب، حلو. إيش معنى؟ أحسن من البيار، لأن في تيم وورك أكثر. يمكن لأنك أنت لا يكون تبغى تروح طبيب؟ لا. وين تتمنى؟ أنا أتمنى أكون في التخصص تكنولوجيا، يعني تكنولوجيا. وهني المدرسة مساعدتكم على أن فعلا تكون يعني أكثر اطلاع في التكنولوجيا البرمجة؟ في ثلاث تخصصات. تكنولوجيا وهندسة وطب، وانت تقدر تختار اللي يناسبك. تم اختيار طلاب هذه المدرسة من طلبة الصف الثامن بالمدارس الإعدادية المتميزين في مادتي العلوم والرياضيات. المدرسة تحتاج طلاب متفوقين دراسيا، خصوصا من لديهم شغف في العلوم والتكنولوجيا، فإحنا نبغيهم ينضمون إلى هذه المدرسة. الرسالة الأخرى أني أوجه شكر كبير لدعمنا في البداية المشروع سعادة الوزير الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، فعلا كان داعم. والرسالة الأخرى الكبيرة إلى معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر، اللي كان فعلا الداعم الكبير إن المدرسة تستمر، سهل لنا كثير، ساعدنا ودعمنا في إن إحنا فعلا نجد الفرص الكبيرة اللي تساعدنا على الاستمرار. وشيء المبشر إن دعمنا في التوسع في المشروع، إن شاء الله راح يكون هناك قريبا مدرستين آخرتين، واحدة للبنات واحدة أخرى للبنين. تهدف هذه المدرسة إلى تقديم مستوى تعليمي عالي الجودة، قائم على التكامل بين المواد العلمية، ويتماشى مع التطور الذي يشهده قطاع التعليم في الدول المتقدمة، لتخريج دفعات من الطلاب لديها الأساس العلمي الذي يضمن لهم الالتحاق بأرقى الجامعات على مستوى العالم.